طيب حاضر الماضي يا شباب، احنا وصلنا لموضوع هاي السلايد. نحن نعمل string comparison، نقارن بين النصوص اكبر منه واصغر منه، تمام؟ بس خلينا نعمل مراجعة بشكل سريع. احنا بدينا المحاضرة الماضية في الباب السادس، تمام، وحكينا يعني عملنا مراجعة بشكل سريع على السترينج، ايش العمليات اللي بتصير عليه. فانا عندي عملية الجمع يعني concatenation، واخذنا كذلك انا عندي الستار هي عبارة عن تكرار. يعني بمعنى انه لو انا عملت عندي الاس زي هيك، لو عملت الاس ضرب 3 يتم تكرارها 3 مرات، تمام. فبالتالي البلس هي concatenation والضرب هي عبارة عن repetition، تكرار انا عندي في السترينج. شفنا كذلك لما نعمل عمليات على السترينج من انواع مختلفة ايش الايرورز اللي بتطلع معايا، تمام. وحكينا كذلك عن فعليا انه السترينج كيف شكله في الذاكرة، هو عبارة عن list of characters، هو فعليا عبارة عن list، قائمة من الأحرف. مدام القائمة أنا بقدر أتعامل معاه من خلال الانديسيز، هيك بيكون شكله في الذاكرة. فعليا كل حرف بيكون عنصر في الذاكرة، فعشان هيك احنا بنسميه string، سلسلة من الأحرف. سلسلة من الأحرف يعني list، تمام. فبالتالي ممكن أتعامل معاه من خلال الاندكس بهذا الشكل، تمام. حكيت لو أنا طلبت اندكس مش موجود الايرور اللي بيطلع معايا اندكس ايرور، تمام. في عندي دالة اللين بتجيب لي الانبوت لها string والاوتبوت عبارة عن طول الليست او طول السترينج، فبالتالي بتجيب لي عدد الاحرف اللي موجودة فيه، تمام. مدام السترينج عبارة عن ليست اوف كاركترز، معنى ذلك ممكن اعمل عليه لوب، الف عليه، والف عليه باستخدام طريقتين زي ما حكينا، يا اما باستخدام الاندكس او باستخدام الاتريشن فاريبل. شفنا هاي الشغله كيف، واخذنا عليها مسائل. لو مثلا على سبيل المثال بدي في سترينج معين بدي اعد الحرف اي كم مره متكرر، فبلف عليه زي هيك، تمام، وبفحص اذا كان اللتر هذا حرف الاي بضيف الكاونت بواحد. واخر حاجه حكينا عنها اللي هي السلايسنج، انه اقطع السترينج. السلايسنج انه انا بستخدم هنا يعني النقطتين هدول، فبالتالي بحدد الستارت اندكس والاند اندكس بالضبط. لو انا تركتهم فاضيات معنى ذلك انه من البدايه للنهايه، وهيك معناها من الاندكس 8 للاخر، هيك من الاول الاندكس 2، تمام. الان نيجي ل السترينج كومبارزون. شفنا كذلك الان اوبريتور، فبالتالي ممكن افحص الان موجوده في الفروت ترو، الام مش موجوده، نان موجوده، هيا المقطع هذا، فبالتالي ترو. فبالتالي هنا باستخدام الان انت ممكن تفحص انه حرف موجود في سترينج. نيجي للسترينج كومبارزون. السترينج كومبارزون فعليا احنا بنقارن نصوص مع بعض، والمقارنه بدي اياك تتخيل انه هي عباره عن ترتيب لقائمه اسماء ابجديه. يعني على سبيل المثال انت عندك قائمه من الاسماء علي حسن اسماعيل محسن سعيد جلال او جميل، خالد
مروان أدهم تمام. بدك تيجي ترتب ايش بتسوي؟ بقول لك رتب لي هاي القائمه ابجديا، تروح كل اللي بيبدوا اسميهم بحرف الالف بتحطهم في الاول صح؟ هاي اسماعيل بده يجي هنا في الاول، طلعت على الحرف الاول. معنى ذلك انت بتقارن الاي مع العين مع الحاء مع اول حرف في كل اسم تمام بهذا الشكل. وادهم حيجي هنا، بس مين اول، ادهم ولا اسماعيل؟ ادهم. ليش؟ لانه الف دال وهذاك الف سين، مين قبل السين ولا الدال؟ الدال. فبالتالي لازم يجي اول هنا. بعدين علي ولا حسن؟ حسن. جميل قبل. خالد. حسن قبل جميل. سعيد ولا علي؟ محسن ولا مروان؟ خلاص انت بتطلع الحرف الاول تساوى، باجي بتطلع على الحرف الثاني، مين قبل الحين، الحاء ولا الراء؟ الحاء. خلاص بطلعش على الباقي. طلعت هذه قديش طولها وهذه قديش طولها، هذه طويله هذه صغيره، لا شايف كيف طريقه هذا اللي فعلا بيسوي البايثون. فاللي احنا سويناه الان هو فعليا اللي بيسوي الماث، انت تخيلت كيف، فاحنا بدنا نسويها بالكود تمام. طيب احنا نيجي نحكي ترتيب الاحرف ابجديا، انه انا هيك الترتيب من الاصغر للاكبر تمام، ترتيب الاحرف ابجديا من الاصغر للاكبر. معنى ذلك انه مين اكبر، البي ولا الاي؟ البي اكبر. ليش؟ لانه اجت بعديها تمام. الاي اصغر من البي. الترتيب اللي اديتكم اياه سابقا انه نبدا بالسبيس بعديها من 0 ل 9 اي زد كابيتال اي زد سمول، تاكيد على هذا الكلام عشان انت تستوعب. هاي بدنا نعمله على الكونسول. اي اكبر من اي، هذا كلام ترو ولا فولس؟ لانه احنا حكينا انه الترتيب من الصغير للكبير. كمان مره تطلع تمام، هيك الترتيب جوا هذا الترتيب، هيو هنا جوا من الاي للزد، معنى ذلك انه البي اكبر من الاي. طيب هيك الترتيب بالضبط، الاي سمول اكبر من الاي كابيتال، او بتحكيها العكس، الاي كابيتال اصغر من الاي سمول. هلقيت هذه لو انت مش مستحضرها خلاص بتضيع، فلازم تكون مستحضرها. كذلك هنا الترتيب هذا انه الحرف اللي بيجي بعد هو اللي بيكون الاكبر ابجديا. طيب نيجي الان لنفس هيو، اي اكبر من بي، البي اكبر. ليش؟ لانه تيجي بعد بالضبط تمام. طيب الارقام واحد ولا ثلاثة؟ فولس، ثلاثة اكبر من الواحد. طيب سبيس ولا ثلاثة؟ سبيس اصغر حاجة تمام بالضبط. نعم فجيت هنا ناخذ مثال انه
باجي بقول لك على سبيل المثال اكتب برنامج لإدخال كلمتين وطباعة الكلمتين حسب ترتيب الأبجدي. يعني على سبيل المثال أدخلت أحمد وعلي، ايش الترتيب الابجد بيقول؟ احمد وعلي زي ما انا دخلته، لكن لو دخلت العكس علي واحمد لا بحط احمد في الاول بعدين علي، تمام؟ فبالتالي بدنا ناخذ الكلمتين هذول وورد واحد بتساوي انبوت وهنا بدي اخذ الكلمه الثانيه وهنا باجي بفحص لقيت حسب الترتيب الأبجدي هذا ارجع له هنا وحسب الترتيب الأبجدي هذا لقيت انا عندي الشرط انه الكلمة الاولى تكون اكبر من الكلمة الثانية if word 1 اكبر من word 2 بدي اعمل برنت هلقيت حنعبيها البرنت برنت فاضيه وهنا الف لانه انا بدي احط اكبر واصغر ممكن تكون الكلمتين نفس الاشي else اللي هي حاله التساوي word واحد اصغر word اثنين وانا عندي هنا جمله برنت فاضيه وهنا else برنت يفترض أنا أطبع وورد واحد وورد اثنين أو وورد اثنين وورد واحد بدي أضبط الترتيب بس إيه بدي إياك تستنتج هذا الكلام من هنا هجيت إذا كانت الكلمة وورد واحد أكبر من وورد اثنين معنى ذلك إنه كترتيب أبجدي مين بيجي وورد واحد ولا وورد اثنين إحنا اتفقنا إنه البي أكبر من الـ A لكن كترتيب أبجدي الـ A هي أول فبالتالي إذا كان أنت عندك باسم وكان أحمد مين قبل باسم ولا أحمد الترتيب الأبجدي أحمد لكن باسم أكبر من أحمد تمام فبالتالي هنا word 2 word واحد وهنا بيكون العكس وورد واحد وورد اثنين اثنين وهنا انه ممكن نكتب انه وورد واحد يساوي وورد اثنين تمام فبالتالي هنا أبل بنانا مين قبل البنانا ترتيب الأبجدي بنانا أكبر من أبل صحيح مزبوط بس أبجدي عشان هيك إحنا عكسنا إذا وورد واحد أكبر من وورد اثنين معناها وورد اثنين وورد واحد تمام بلخبط الموضوع يبقى أبل بنانا ترتيب الأبجدي أبل بنانا بنانا هي أكبر فعلا تمام لكن كترتيب أبجدي بالضبط لو بدك تعمل ترتيب أبجدي بالعكس أنه تبدأ بـ بـ يعني بآخر حرف بالضبط بدك تقلب الإشارة أو تعكس الترتيب هنا هنا بدل ما هو 2 1 بيصير 1 2 طيب نعكس نجرب أنه بنانا أبل إيش الترتيب المفروض يطلع؟ يطلع أبل بنانا طيب أحمد
حسن نفس الترتيب، خالد، سمير، اس. خلي بالك انت بتتعامل مع الفابت انجليزي، اس ولا كي؟ كي قبل، تمام. خالد سمير، نعم. فبالتالي هنا نص السؤال وطباعة الكلمتين حسب الترتيب الأبجدي بهذا الشكل. فهذه رتبتها، سبت لك إياها فاضية بس رتبتها، هاي رجعت ورجيتك هذه، وهذا اللي يفترض أنت تسويه في حل المسائل في الامتحان، أنت بتحط الترتيب هذا وبتشوف إيش المطلوب. مدام طلبت ترتيب أبجدي بتحط كذا، تمام؟ هذا المثال اللي عندك في السلايد انه نفس الشيء، انه هنا بقول لك انه البنانة، يعني بطلب منك انه انت تدخل كلمة، تمام، بقول لك انه الكلمة هذه قبل البنانة ولا بعد البنانة كترتيب أبجدي طبعا بطبيعة الحال. طيب الآن بدنا نبدأ نحكي عن السترينج لايبراري، مكتبة النصوص. لما تلاقي لايبراري معنى ذلك انه في البايثون معنى ذلك او في اي لغه برمجه معنى ذلك انه انت في عندك مجموعه من الدوال التابعه للسترينج، الدوال التابعه للسترينج. شو معنى التابعه للسترينج؟ هينا عرفت متغير هذا عباره عن سترينج، هيو هالو بوب، تمام. بدي استدعي الداله تابعه للسترينج، شو بسوي؟ بروح بكتب للسترينج، شايف الدوت هاي؟ شايفها؟ وعندك الدالة هذه lower. دوت معناها انت بتستدعي مكتبة او دالة تابعة للسترينج. يعني هنا اس هلو احمد، يعني هاي عرفته زي هيك، اس بتساوي هلو احمد. لما تقول اس دوت، ايش معنى اس؟ اسم متغير اس، ممكن تعرفه اس تي ار، ممكن تعرفه وورد واحد، ممكن تعرفه وورد، اسم المتغير. لما تحط اسم ما دام انه هو التايب تبعه سترينج، ما دام التايب تبعه اس تي ار، تقدر تعمل اس دوت وتستدعي اي داله من دوال السترينج. اول داله حناخدها اسمها لور. طبعا الدوال تبعت السترينج، الدوال تبعت السترينج الاسم تبعها بيدل على عملها. كمان مره، يعني انت عندك في البايثون كل الدوال النيمينج كونفنشن فيها مهم عشان يريحك انت كمبرمج. فانت بتقول هنا لور، ما انا بتتعامل مع نصوص، ايش يعني لور في النصوص؟ lower. انت عندك في الاحرف الانجليزيه upper case و lower case، تمام. فبالتالي ايش بيحول؟ بيحول لك النص للور كيس، لسمول لترز بالضبط. فبالتالي هنا لاحظ هلو احمد راح حول لك اياه كله لسمول. هاي الاتش قلبها ل اتش سمول، والاي كابيتال قلبها ل اي كابيتال. في المقابل في عندك دالة تانية اسمها upper. بالضبط، تحول لك اياه كله capital، بترجع لك اياه زي هيك. هل هي بتعدل على المتغير نفسه؟ بترجع لك اياه capital بس بتعدل على المتغير نفسه؟ لا، هي اس ضايل زي ما هو. كيف ممكن انه انت تعدل عليه؟ يا اما بتعرف في متغير تاني او بتحطه هو نفس المتغير. يعني ما بتقول اس بتساوي اس دوت upper، او بتقول هنا اس دوت كاب كابيتال، يعني جايه من كابيتال لتر زي هيك. لو تشوف المتغير هذا اس لسه محتفظه بالحاله تبعتها، اما الاس كاب كلها كابيتال، تمام. هدول أقواس فاضية. في البيجا أنا ما
لا ليش يعني حتى في البي شارب لو انا جد الكود هذا البي شارب بيشتغل واضحه يا شباب هذه لكم ايش معنات الدوت وانه هذه الداله تابعه على السترينج للنص. يعني ممكن يكون في عندك نص ثاني اسمه على سبيل المثال وورد بتساوي ويلكم، فبدك تطبق دوال او تستدعي مكتبه النصوص، يعني دوال تبعت مكتبه النصوص على المتغير وورد او على كلمه ويلكم، فبتقول وورد دوت ابر. لاحظ ايش الاختلاف؟ اسم المتغير، وطالما اسم المتغير نوعه سترينج بتطبق عليه دوال سترينج. طيب طبعا بطبيعه الحال في دوال كثيره، وانت كمبرمج من الصعب انه انت تحفظ كل الدوال او تتذكرها كلها، فكيف بدك تعرف كل الدوال التابعه للسترينج، لمكتبه السترينج، لمكتبه النصوص؟ في عندك داله اسمها دي اي ار، ايش بتديله؟ بتديله اس. اس هو الاسم المتغير، يعني معنى ذلك انت ممكن تديله اي نص. ايش بيجيب لك؟ قائمه بكل الدوال تبعت السترينج، تمام. هنا هاي ممكن اديله وورد نفس الاشي، او ممكن تديله مباشره سترينج هلو او هاي. طالما التايب سترينج بيرجع لك كل الدوال. حكيت الدوال هاي كلها اللي بتبدا باندرسكور كيف؟ وانت لو استنيت عليا كل الدوال اللي بتبدا باندرسكور مالكش دعوه فيها حاليا، تمام؟ هتاخدها في برمجه 2، هتعرف ايش معناها في برمجه 2، تمام؟ من وين ممكن تبدا؟ من هنا هاي كابيتالايز. لاحظ انه النيمينج كونفنشن او نظام التسميه، يعني انت عندك في البايثون في الدوال الاسم بدل على عمل الداله. كابيتالايز ايش بتعمل؟ بتكبر لك اول حرف، تمام؟ هاي خليك منها حاليا. في عندك داله السنتر شو بتعمل؟ توسيط. خلينا نجربهم واحده واحده. بما انه احنا كنا نشتغل في اللور، هاي داله اللور شايفينها وين؟ هذه از لور، بس في داله اللور وينها؟ حدا شايف؟ فأنت عندك دالة لور وعندك دالة أبر، شايفين الأبر وين؟ في المقابل إيش في عندك؟ إز أبر إز لور. أكيد الدالة اللي بتبدأ بإز حط في بالك دائما إنه بترجع ترو أو فولس، لأنه أنت فعليا هل النص هذا أبر؟ إز أبر. واضح كيف صياغة الدالة؟ صياغة الدالة اسم الدالة انه is upper. كيف؟ على اساس الترتيب هذا. هذا له ASCII كود، وانت اكيد بتعرف اخذت في المقدمة انه انت كل حرف له ASCII كود، فبالتالي ال A زد كابيتال في له رينج في ال ASCII كود، وال A زد سمول رينج، فبالتالي اذا شافه ضمن الرينج هذا بيكون كابيتال، وإذا شافوا ضمن الرينج هذا بيكون من لغة لور. كيف؟ لغة الاسكي كود لغة الآلة؟ لا، الاسكي كود بيكون أنت عندك للنصوص
بيكون في لها تمثيل. يعني الـ A هذه بتتخزن A عندك هيك في الذاكرة، هي بتتعامل صفر واحد، بتتخزن كرقم بس التمثيل تبعها حرف. تمام؟ ايش التمثيل هذا؟ بنسميه ASCII كود. طيب يبقى عرفنا انه الـ is lower is upper هي عبارة عن دوائر، بتسأل هل النص هذا upper او lower، وبترجع true او false. فهنا S dot upper اتفقنا انه بتحول، اما is upper ايش راح ترجع، true ولا false؟ شو السبب؟ السبب انه كل الاحرف لازم تكون كابيتال. تمام؟ وهنا is lower true ولا false؟ لازم تكون كلها مزر. لكن لو اجيت s cap، مش احنا خزننا فيه الاحرف الكابيتال واستدعينا انه is cap dot is upper، هذه برجع لي true، كل الاحرف كابيتال. فبالتالي اوعك استدرجك في الامتحان واجيب لك شغله زي هيك، مثلا هذه انا حطيت النص مباشره بدون متغير dot is upper، اوعك تقول لي true، كلهم كابيتال ما عدا واحد، فبالتالي لا false. تمام؟ صحيح. نعم. تستدل لك نص بنص موجود. هاي من ضمن طيب نيجي للكابيتالايز. يعني على سبيل المثال انا عندي هنا hello world dot capitalize، شو بتسوي فعليا؟ انت عندك النصوص باللغة الانجليزية اول حرف، قواعد في اللغة الانجليزية بتقول لك انه انت بداية الجملة لازم يكون capital، اول حرف من الكلمة هاي لازم يكون capital. تمام؟ طيب كيف جملة فاصلة؟ هيك؟ لا 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 لا، هو بياخد النص هذا كله كامل، سواء انت حط كنت حاطط نقطة او مش حاطط ملوش دعوة، هو إلو انه انت بياخد لك نص بقول لك إلك علي اول كلمة اول حرف فيها اعمله كابيتال بس. كيف؟ بخليها زي ما هي. يعني هلو يعني نشوف هنا W وهنا 1 2 3، فايش راح يصير؟ ال W راح تنزل، ال H راح تطلع كابيتال، ال 1 2 3 حتضلها زي ما هي. الدالة هذه بتقول انه إلك علي انه اول كلمة اول حرف احطها كابيتال، الباقي كله سمول، والارقام بضلها زي ما هي. من النص، اول حرف من النص، ما تقولش من الجملة. نعم، عشان اذا انت كنت حاطط دوت او شغلة في النص انت عندك ما تعملهاش، غير مكان. طيب سنتر بالضبط، يعني هاي اس هلو احمد، بنقول اس دوت سنتر 50، بدي له المسافة اللي انا بدي اعمل فيها توسيط. فهو فعليا ايش بروح بيسوي؟ بعمل لك شايف هذا الكوتيشن، هذا عبارة عن سبيسز كله، وهذا عبارة عن سبيسز 50، بيروح بياخد لك 25 هنا و25 هنا، بحط لك توسيط في النص. تمام؟
هو فعليا مش انه بياخد 50، فممكن انا اقيس لك اياها. وهنا نحط لين 19. ليش؟ لانه في الحسبة بيدخل معاك هذا، معنى ذلك انه هذا كله طوله 50 وبحط لك الهالو وورد في النص، هيك بيشتغل هو لوحده بيحسبها انه قديش انت عندك قبل وقديش بعد، بما في ذلك بعد، يعني مش 25 قبل و 25 بعد، هيك بيطلع اكثر من 50، هيك بيطلع اكثر من 50. تمام؟ يعني هذا اللين تبعه خمسين، بما في ذلك النص هذا، فهو بعمل توزيع بحيث انه يكون في النص. تمام؟ نشوف الدي اي ار كمان مرة كيف؟ عشان اورجي لك طول 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 النص بعد التوسيط، طوله 50، فهو بحط لك اياهم في النص وبعمل حسبة تبعته، لانه هلو احمد تاخذ من الخمسين، هاي الفكرة اللي بدي اوصل لك اياها. دي اي ار احمد، دي اي ار اس عفوا، سنتر خلصناها، نيجي للكاونت. كاونت من اسمها ايش بتعمل؟ بتعدلك تكرار احرف، يعني نعم تكرار احرف. اس دوت كاونت اي، تنساش الكوتيشن، مينفعش انت تديله اي، بيعتبر الاي متغير، بقول لك المتغير هذا نيم ايرور مش موجود. فكم مره الاي موجوده في الاس؟ زيرو، زيرو من المرات. اوعك استدرجك في الامتحان اقول لك الكاونت تبع حرف مش موجود في نص تروح تقول لي ايرور، لا، تكرار حرف مش موجود في نص زيرو من المرات، صفر من المرات. تمام؟ لكن الاي كابيتال موجود، تكراره واحد. هذه هلو احمد، ايش في عندك حرف متكرر؟ اي، كم مره؟ مرتين. فبالتالي هنا بيجيب لك على حسب عدد التكرارات. تمام؟ طيب لو قلت له اي اتش، الاي لحال موجودة والاتش لحال موجودة، لكن اي مطبوعة باتش زيرو. كيف؟ برضو انت بتقول له انه انا بدور على تكرار اي مطبوعة بسبيس مطبوعة باتش، بدور عليها بلاقيش، بقول لك زيرو. طيب انكود هذه سيبك منها حاليا، انكود فعليا تعمل ترميز، عندك فكرة عن الترميز تبع اللغة؟ يعني ممكن قد يكون في بعض الأحيان انت مر عليك ويب سايت لما تيجي تفتحه بيطلع لك النص تبعه خربيش، صح؟ نص مشفر، ترميز، فبالتالي بيكون معروض بالترميز الخطأ. فأنت كيف تعرضه بالترميز الصح؟ بتروح هنا على على more أعتقد text encoding، شايف هذا كله إيش النص اللي إيش الانكودينج المحطوط؟ Unicode، Unicode الشفرة الموحدة، هذه بتزبط مع كل اللغات، لكن كل لغة في لها ترميز لحال. يعني أنت لاحظ العربي في عندك هيو عدة ترميزات، تمام؟ الإنجليزي في عندك عدة ترميزات، ففعليا أنت لكل لغة بيكون في عندك عدة ترميزات، ففعليا دالة الإنكود بتحول لك النص من ترميز لترميز ثاني، تمام؟ تمثيل كتمثيل تبعه يعني. فهذه مش مطلوبة منك حاليا، هتكون مطلوبة منك الفصل الثاني إن شاء الله في برمجة 2 إذا عديت. تمام؟ كيف؟
يعني برمجة واحد سهلة لكن برمجة اثنين صح. ليش برمجة واحد؟ مين قال لك هذا الكلام؟ مين قال لك هذا الكلام؟ مش بالضرورة يعني مش زي ما أنت بتتخيل. حقيقة هو ممكن يكون إنه يعني برصف في برمجة واحد بسبب إنه أول مرة يأخذ البرمجة هيك بنصدم فيها، فبالتالي بيقدرش يهضمها حتى لو شرب معها سيفن أب، فبالتالي خلص يعني. لكن برمجة اثنين خلص بيكون ماخذ ضربة من برمجة واحد تمشي يعني، ها معدته يعني بتكون استساغتها شوية يعني. طيب فإنكود مش مطلوبة منك، مطلوبة منك برمجة اثنين ends with، خلي بالك ends with في عندك اس، هاي ايش بترجع؟ مين يحكي لي مين يعني يستنتج؟ تقلب؟ لا لا، انه هل النص هذا بينتهي بكذا؟ فبالتالي ايش بترجع؟ true or false زي الاز. فهنا نيجي اس، هلو احمد، هل هذا النص ends with d؟ true. هل بينتهي ب a؟ بالضبط. او ممكن تحط sub string، هل بينتهي ب ed؟ هيو ترو. لكن هل بينتهي ب سي دي؟ تمام، زي ما في عندك starts with، زي ما في عندك ends with، في عندك starts with. فبالتالي انت بتسأل هل النص بيبدأ بحرف كذا؟ starts with سي دي طبعا طبيعة الحال فولس. هل بيبدأ ب H؟ طبعا H سمول، لا H كابيتال بالضبط. هل بيبدأ ب H O؟ مع انه H موجودة وال O موجودة، لا هو H مطبوعة ب O فولس. تمام، ايش ممكن يجي مسائل؟ ممكن يجي مسائل اكتب لي برنامج لطباعة الكلمات التي تبدأ بحرف الام. في عندك 300 كلمة مثلا، لسه فيها 300 كلمة، بدي اياك تفلتر لي الكلمات اللي بتبدأ بحرف الام. او ممكن اقول لك بدي اياك تجيب لي كل الكلمات اللي بتنتهي بإي زي هيك ends with. فبالتالي خلاص انا يعني انا بقول لك نص السؤال، انت يفترض تستخدم الدالة المناسبة من مكتبة النصوص. كيف؟ كيف؟ اللي أنا اديتك إياهم بعدين أنا ما حكيتش إنه مش حفظ. يعني أنتوا سألتوني هدول كلهم حفظ وأنا لسه كنت بشرح إنه هدول مش مطلوبات منك. تمام؟ وأنا عند وعدي ما غيرتش كلامي. وما قلتش بعدها انه هدول مش حفظ. في برمجتين ان شاء الله؟ لا في برمجة واحد. هتلاقي مسائل هيك في الامتحان النهائي بتستناك على مكتبة السترينج، فبالتالي بدك تنشط حالك فيهم. كابيتالايز ممكن يطنش. تمام، علاش بدك تركز على الكاونت والسنتر؟ ممكن تطنشها يعني هي للفورمات، لكن مسائل يعني انه انا بدي اياك تجيب لي مثلا تكرار حرف معين، لا هذه الدالة مطلوبة. بدي اياك تجيب لي كلمات بتنتهي بحرف معين، لا مطلوبة. تمام، تبدأ بحرف معين starts with. تمام، بدي اياك تستبدل كذا بكذا، لا مطلوب.
فبالتالي اللي بركز لك عليه وبدي لك عليه مسائل لا. على الكاونت برنامج لإدخال نص وحرف وعد مرات تكرار هذا الحرف في نص. فبالتالي أنت مطلوب منك تعمل إدخال لشغلتين، تمام؟ my str بتساوي input، مطلوب منك تدخل letter تساوي input، مطلوب منك تعد انه letter هذا كم مرة متكرر في هاي. فبالتالي ببساطة بتقول print my str dot، شايف كيف بجيب لك اياها في البيشون، بجيب لك لستة من كل الدوال بالضبط. فزي هيك بتنزل، او بجرد ان انت تحط سي بروح برشح لك كل الدوال اللي بتبدا بسي. كاونت لتر، فهنا بنانا بدنا نعد حرف الاي كم مره؟ ثلاثة. ممكن تدخل نص I my name is أحمد and I like Python. بدنا نعد ايش؟ السبيس، كم سبيس؟ كتار صح؟ نعم بهذا الشكل. او ممكن تحط الاي او اي حرف بدك اياه بعد لك اياه. فدالة الكاونت بتعد لك احرف عدد مرات تكرار الحرف في نص. الان ممكن تدخل مثلا ابل وبتقول له بدنا نعد البي زيرو من المرة، واضحة؟ طيب ناخذ مسألة على الستارت ويز، لأنه أنا بديش أسترسل في الدوال أشرح لك إياهم مرة واحدة مش هتقدر تهضمهم، تمام؟ بيصير في عندك عسر هضم. فبدنا ناخذ مسائل على الإنس ويز والستارت ويز، أشوف نشوف كيف طبيعة المسائل. ممكن أقول لك هنا أكتب برنامج لطباعة الكلمات التي تبدأ بحرف أم. خلينا نبدأ بالتدريج، بدنا كل الكلمات اللي بتبدأ بحرف أم. فبالتالي أنا عندي قائمة كلمات words، إيش في عندي؟ mug ماهر، mango apple canary book pen laptop ماركوس، بس ماركوس هذا كابيتال الام. بدي الكلمات اللي بتبدا بام هدول بس. فبالتالي بدنا نلف على كل الكلمات فور، خلي بالك وورد ان ووردز، تعود على ما تلخبطش. الووردز هاي عباره عن لستة الكلمات، هاي يعلم لك اياها، والورد هاي عبارة عن iteration variable. اول لفة بيكون mug، تاني لفة بيكون ماهر، تالت لفة بيكون mango، وهكذا. if الورد، الورد ولا الوردز؟ الورد،
طب بدك تلف على كل كلمة مش الوردز. دوت ستارتس ويب ام ولا ام؟ برنت. تمام هيك حيجيب لك ما مانك ماهر مانجو. كيف كابيتال يا استاذ؟ ايش في نص السؤال حضرت لك ام سمول ولا ام كابيتال؟ تمام. طيب نعم أو أم. فبالتالي هنا بصير الشورت أور أور إيش؟ جاب ماركوس معه. طيب أنا ممكن أحلل لك حل أسهل من هيك. أسهل من هيك. فبالتالي هاي برينت سوليوشن واحد وهنا بدنا نحط فاصل برينت سوليوشن اثنين وأقول هنا بدي ألف على الكلمات حولهم كلهم لور وبعدها افحص أم اف اف الورد دوت لور هذا ايش بترجع؟ سترينج لور كيس دوت ستارتس ويز استدعي الدالة بترجع ناتج سترينج دوت ما دام هذه الدالة بترجع سترينج بقدر اكتب دوت وراها مباشرة فبالتالي ناتج دالة اللور بدي افحص فيه ستارتس ويز بدي اطبق عليه ستارتس ويز كمان مرة ناتج دالة اللور بدي اطبق عليه دالة ستارتس ويز بالضبط هاجيت هذا ولا هذا هذا اصغر اللي فوق اسهل هذا انت حتعتبره اسهل في برمجة واحد في برمجة اثنين حتصير تميل لهذا تمام فبالتالي لاحظ سوليوشن واحد واثنين نفس الاشي جاب لك نفس النتيجة تمام خلينا مع الامور البسيطة يعني انا بالنسبة لي ما عنديش مانع انه انت تستخدم سواء هذا الحل او هذا الحل طالما انت عارف انت ايش بتسوي بالضبط تاني اسهل هاي يقتنع شايف اعتبر التاني اسهل حقيت التاني حقيت هذه الدالة ايش بترجع بترجع سترينج بالضبط الكلمة small letter تمام مدام انا ضامن انه هي small letter خلاص بفحص انه starts with تمام بالام سمول فبالتالي انت في عندك نقطتين هنا النقطة الاولى انه ناتج دالة اللور هي عبارة عن نص بدك تروح تطبق عليه دالة تانية مباشرة بتروح تعمل دوت وبتكتب زيه هجيت هذا الكود لو بدي افككه ايش بدك تسوي سمول وورد بتساوي وورد دوت لور
بعديها هنا ايش بتروح تعمل؟ هذا الكلام بتشيله وبتكتب small word. هو فعليا هيك بيسوي. فبدل ما تعمل الشغلة هذه مباشرة، هذا الكلام جيب لي اياه هنا، وهذا بصير ملوش دعوة. تمام؟ ما دام انت ضامن انه هذا small letter خلاص بتفحص ام small، ما فيش داعي تفحص ام small وام capital. تمام؟ طيب ناخذ مسألة تانية. اكتب برنامج لطباعة الكلمات التي تبدأ بحرف الكي وتنتهي ببي. لاحظ هنا انا استخدمت اور، هنا انت، هنا اور، لانه بقول لك ام او ام، ام كابيتال او ام سمول. هنا لو حطيت ام، عفوا لو حطيت انت، هذا الشرط مستحيل. هل ممكن تلاقي كلمة تنتهي او عفوا بتبدأ بام كابيتال وام سمول في نفس الوقت؟ لا. برجع لك ايش ناتج هاي انت، شوف لي هنا سوليوشن واحد حتلاقي فيش فيه لستة كلمات. هاي سوليوشن واحد فيش فيه لستة كلمات، مستحيل انه انت بالان تزبط معك اور. وهنا نص السؤال بقول لك ام كابيتال او سمول، فبالتالي بالضبط. هنا انت ساعتها بتقدر تطبقها على نفس الكلمة. اكتب برنامج لطباعة الكلمات التي تبدأ بحرف كي وتنتهي ب اي. هنا ساعتها بتستخدم اند، انه الكلمة نفسها بديها تبدأ بالكي وتنتهي ب اي، هو نفس القائمة. تمام؟ بالضبط. لاحظ انه بديش اياك ترتبك من الشغلة هذه. القائمة بالمناسبة هي هنا زي هيك. تمام؟ حقيت انت كمبرمج عشان انت تشوف القائمة بدك تضطر انه انت تعمل سكرول زي هيك وترجع تاني. والمبرمجين للأسف معهم مش وقت، هذه لطيفة بس كسلانين كمان. فبالتالي انه يشيل ايده زي هيك ويحط ايده على الماوس ويعمل سكرول ويرجع تاني، لا 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 كتير عليه. فهو ايش بروح برتب الليستة؟ انه يحطها في اكتر من سطر عادي. كيف؟ انه هنا بيجي بيقسمها البي شارم، هو برتب له اياها انه هاي الليست هاي بدايتها شايف، وهي هاي علم البداية والنهاية لما حطيتها هنا وين ما انت بدك تقسمها. هاي نهاية الويندو زي هيك، بتكاش تعمل سكرول تعمل انتر. نعم، المبرمج بحبش المصمم. هادي لا هذا كلام مش صحيح. هو بحبش التصميم، ما لهش طولة بال على التصميم، لكن ليش يكره المصمم؟ ايش عمل له المصمم؟ بعدين يا شباب نفس السوليوشن الثاني اكتب ايش؟ ما انا بدي الكلمه الواحده انه فيها شرطين، انه تبدا بالكي وتنتهي بالاي. كيف بدك تعملها؟ هنا لازم انت. انا بقول الكلمه الواحده، انا يعني هنا كل الكلمات هذه انا زودت عليهم بالمناسبه. هنا كل الكلمات ولا واحده بنطبق عليها شرط ما عدا هذه الكلمه كيت. بالضبط. تمام؟ الكلمات التي تبدا ب ك و نفس الكلمه تنتهي ب. بالضبط. فبالتالي حتلاقي انت عندك الناتج بس كيت. كيف؟ لا بدك اجيب لك حل مختصر.
حتصير تقولي لا 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 خلينا على الحل الأول. For word in words. يا شباب احنا عنا في البايثون انه انت لما تتعامل مع كده ممكن تتعامل مع نص كانديسيز انه زيرو بيجيب لك اول حرف بدك تجيب اخر حرف سالب بالسالب تمام دي يبقى هاي الاس هلو احمد اتش اوف زيرو اس اوف زيرو اتش هاي اس اوف ماينس واحد دي طب ماينس اثنين انت بتمشي بالعكس هيك خلي بالك يبقى الحرف اللي قبل الاخير اي هاي هذا خلي بالك تمام فبالتالي ممكن انه يريحك من فانت ممكن تقول انه word of minus واحد is k and word of minus لا احنا بدنا عفوا هذا يبدأ zero وهنا minus واحد is e اصغر شوي طبعا هنا f print هذا الحل البديل نفس الحل كيت كيت فبالتالي هنا انت هاي الحرف الاول بتستخدم is بدل ما انت تستخدم الword starts with بديل لإلي تمام طيب خلينا يا حدا عنده سؤال يا شباب؟ Everything is fine. خلينا نتوقف هنا والمرة الجاية بنكمل مسائل كمان.